هلا واحد من اسباب الحالة التوتر الاجتماعي اللي حاصل في المنطقة العربية ما هي موضوع المحاصصة سواء نعم. كان سياسية سواء كان طائفية. احنا الآن بدي احكي لك شغلة معينة. الناس بتحكي لك عن الربيع العربي، لن ينتهي الربيع العربي ما دام هنالك الأسباب اللي أدت إلى نشوء في نهاية وهي ولم تتعطي السياقات السياسية الاجتماعية الاقتصادية، الاقتصاد السياسي الاقتصاد الاجتماعي الحرمان الاجتماعي الحرمان الاجتماعي الاقتصادي وكل هذه الجوانب لم يتم التعاطي يعني مع دكتور في ذلك. بس نعم نحكي شغلة ومسألة كمان مسألة الاستقطاب الإقليمي. لبنان لطالما العامل المؤثر أكثر في السياسة اللبنانية، مثلا ذكرت السياسة اللبنانية، العامل الأكثر تأثيرا في السياسة اللبنانية هي الاستقطابات الإقليمية. العراق الآن أصبحت المشكلة من العراق من داخل العراق إلى مشكلة فوق العراق.